إن قائمة الصحفيين الذي قتلوا طويلة. ففي السنوات الاثنتا عشر الماضية، أي بين سنتي 2006 و 2017، قامت منظمة اليونسكو بإدانة 1010 عمليات قتل للصحفيين، علما وأن الأغلبية الساحقة من الضحايا كانوا صحفيين محليين يغطون أحداث وطنية وقضايا متعلقة بجرائم الفساد والسياسة والنزاعات، دون اعتبار الصراعات والحروب بمختلف أنحاء العالم. إننا اليوم في حاجة ماسة أن نتفق جميعا على أنه ينبغي أن يتسنى للصحفيين القيام بواجباتهم بأمان ومن غير أن ينتابهم أي خوف، غير أنه من سوء الحظ ما زال مستوى الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضدهم مرتفعا بشكل رهيب. فإن المنطقة العربية تستأثر بأكبر عدد من العمليات قتل الصحفيين، حيث يبلغ هذه الحالات قتل الصحفيين 338 حالة بين عامين 2006 و 2017، وذلك يعني أن أكثر من ثلث العدد الإجمالي للصحفيين الذين قتلوا في العالم خلال نفس الفترة قتلوا في الكل أسف بالمنطقة العربية. اليوم التراجع الحريات في لبنان مخيف، من الدولة، من البيئة، من رجال الدين. فأعتقد أنه مهم كتير أنه اليوم نعمل هذا المؤتمر، واليونسكو مشكورة أنها تعمله في لبنان اللي ما زال يتغنى بالحريات ولكنه يفتقدها يوم بعد يوم. اليوم مشاركة العراق في هذا المؤتمر هي تأتي ضمن عملية دعم الحكومة العراقية والدولة العراقية بصورة عامة لعمل الإعلاميين والصحفيين في العراق. طبعا لدينا تعاون وتنسيق عالي المستوى مع اليونسكو، وهذا التعاون أثمر عن سلسلة من الخطوات الإيجابية ابتدأت في العام 2013 إلى يومنا هذا، ووصلنا إلى إنشاء لجنة عليا لحماية العمل الصحفي وأيضا ملاحقة من يقوم بعملية الاعتداء على الصحفيين، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه الأجواء في العراق على صعيد حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة نعتقد هي اليوم أكثر نموذجية من أغلب دول المنطقة. مراجع أحد عدة أشخاص يعني ما بسترجع تبدون عيني أوتو سانسير على حالي. المرة الماضية بدي أكتب قطعة نقدية. So in the vast majority of cases, journalists in the region have been killed through crossfire. And given the number of conflicts in the region, including, you know, Israel-Palestine, Syria, Iraq, Libya, we have unfortunately seen the number of deaths of journalists rise in the region over the past several years. And accountability does continue to be a challenge. You know, the vast majority of the journalists that are affected are from the region. They're from the country where they are reporting on. And so they are really reliant on domestic accountability processes. And unfortunately, in a number of cases, it is the very governments that would have to give them accountability are complicit or involved in the attacks against them. So Jamal's murder is perhaps one of the most high-profile and outrageous killings of a journalist in recent history. And we and others are going to be continuing to call for accountability for the egregious violations that have been perpetrated against him by the Saudi Arabian government. We have been pressing for an international commission to investigate his killing, because we don't believe that he will get accountability if it is the Saudi Arabians themselves that are investigating his case. And while there has not been an immediate reaction, a wholesome reaction to his killing from the international community, we are going to be continuing to call on the Saudi government's allies to push for that.